أول ظهور لنرجس الحلاق بعد الفيديو الذي ظهرت فيه وانهارت وأعلنت انفصالها وطلاقها عن زوجها السابق مهدي فلان وما صحبها من ردود في مواقع التواصل الاجتماعي. يا ربي نصور هاد ستوري حيت راه ما يمكنش حلها وتمر. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. انا يلا خرجت من الحمام فنانة عسل الله مسكينة والله تكتشخر، كنتسنى سارة تجي. بغيت نطلع عليكم باش نقول لكم انا بخير الحمد لله، صحتي مزيانه، المورال هو غادي وكيتحسن ويزيد يتحسن ان شاء الله. وبغيت نقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، حيت ما يمكنش شحال ديال الميساجات وصلوني، نقدر نقول لكم مئات الالاف ديال الميساجات، مئات الالاف ديال الميساجات، لي زابيل، الناس كيسولوا، الناس كيجيو عندي للدار، لي كادو، لي فلور. مهم عرفتوا، حسيت براسي راه انا مهمه بزاف عندكم، وهذا الشيء هذا شي حاجه زوينه 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 بزاف، وتبقى دائما حمل على الكتف ديالي هاد الوقفه ديالكم معايا. والله تحشمان وما عارفه ما نقول ومخربقه مره. المهم غنهضر في هاد السوجي هذا باش نسدوه نهائيا ابدا الى ما عمرنا نعاودو نهضروا فيه. اوكي، المهم هذيك لا فيديو ولا هذيك لي ستوري اللي انا خرجت فيهم وكنهضر بهذيك الحرقه وبهذاك الالم، هذوك كانوا دي ستوري اللي عبرت فيهم على الحاله ديالي في هذيك الساعه. يعني هذوك كانوا دي ستوري صادقين، ما عندهم علاقه لا بالبوز ولا بطوندونس ولا بالفلوس ولا حتى شي حاجه، هذوك دي ستوري كانوا خارجين من القلب. والدليل هو انني ما حطيت حتى شي فيديو في يوتيوب باش نربح به فلوس ولا عاودت هضرت في السوجي، صافي هذاك الشيء طرا في هذيك الوقيته، تألمت وعشت الالم ديالي بوحديتي بعيد، ما شتوني كاتبه شي عنوان في يوتيوب، ما عرفت داك الشيء، ما عايرت في حد، ما سبيت حتى شي واحد، عبرت على الحزن.